بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة اليوم كانوا الفلاحة كيساينوه بصدر الرحب للتطرق لبعض المشاكل يعني الطارئة واللي ناتجة على الجفاف. وفي الحقيقة اصطدمنا اليوم بالسيد مدير جهوي اللي هو يدعي أنه كيجي يتواصل معنا في إطار دورة عادية للغرفة فقط حبيا، وهو غير معروض يعني غير مسؤول، لا يمثل الوزارة يعني يمثلها في إدارته ولا على هناك، ويبين بأن هناك فرق بين الوزارة والغرفة الفلاحية، بالرغم من أن القانون واضح بأن الدور الغرفة الفلاحية فهو برلمان مصغر على الصعيد الجهوي بخصوص قضايا ومشاكل الفلاحين. وإذا به نفاجأ بأنه احنا كيتخاطبنا على أننا فقط نقدموا له ملتمسات بدون استشارة، بدون مناقشة، بدون عروض، بدون مقترحات ديال الوزارة نسمعوها منه، وهو غير قادر باش يقول لنا المقترحات ديال الوزارة. وذلك راجع لأسباب شخصية، لأن هو الآن كيقول على أنه هو المسؤول الوحيد، بحيث أنه ما كيخليش حتى المديرين الإقليميين يتعاملوا معنا ولا يتحاوروا معنا ولا يحلوا المشاكل والقضايا المحلية. دائما مني كنطرقوا الأبواب ديالهم بخصوص قضايا معينة أو نازلات معينة، كيقول على أنه خصنا ضروري نستشروا مع المدير الجهوي، لأن هذا الشيء هذا ماشي مختصاصنا، مختصاص المديرية الجهوية. ومنين جينا الآن كنطرحوا السؤال على المدير الجهوي كنقولوا له حطنا البرامج ديالك، قلنا شمن برنامج عمل سنوي عندك نناقشوه، نحطوا المقترحات، نحطوا الملتمسات. لا برنامج، فقط كيجيب عرض قصير جدا غير محدد، يعني فيه المضامين وارقام يعني روتينيه كما يعني تعودناها كنسمعوها، لا تغني لا الاعضاء ولا الفلاح الذين ينتظرون يعني التواجد ديال الاعضاء ديالهم بالغرفه. اذا في الحقيقه المشكل ديال التواصل مع السيد المدير الجهوي، الابواب صبحت مغلوقه، هذه ثلاثه ديال الدورات وحنا كنحاولوا نستعطفوه ونحاولوا نتقربوا منه على اساس باش يتقرب منا ويعطينا المعطيات والمقترحات ديال الوزاره. يعني هذا السيد هذا ما بغيش يتفاعل معنا، ما بغيش يزيد القدام، الهدف ديالو اهداف يعني ما غير معروفه، هي مقصوده في الحقيقه، راها مقصوده وتهديف لاشياء معينه غير مكشوفه. ومنين كنضغطوا عليه اكثر يدعي على ان احنا عندنا الحق فقط في اللجان المحليه والسلطات الاقليميه هي اللي كتغيبنا ماشي هو. وحنا كنقولوا له حنا الان في اطار الغرفه، السيد رئيس الغرفه راسلوا بواحد العدد ديال المراسلات ومن بينهم ملتمس ديال اكبر مشروع يعني في الحقيقه كانت خاوه باش يكون ناجح، هو المشروع ديال تكوين ابناء الفلاحين يعني تكوين تقني. ودار هذا المشروع اللي غيكون بشراكه مع المؤسسات الفلاحيه الخاصه والغير الخاصه، اللي غيتكون في الحليب يتكون، اللي غيتكون في النحل يتكون، اللي غيتكون في 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 الاشجار والسقي وكذا، السقي المقنن يتكون. واذا به المدير الجهوي حط البارير على هذا المشروع وما باغيش ينجح، بحيث انه سدنا الغرفه الفلاحيه ديال اقليم تاونات محبسها، اللي هي كان في كنا مبرمجين الغرفه برمجت فيها المشروع، لانها هي الوحيده اللي قادره لاحتواء هؤلاء التقنيين او التلاميذ الذين سيتكونون بخصوص المشروع ديال التكوين ابناء الفلاحين. الخير محمد، عضو الغرفه الفلاحيه اقليم الصفرو جماعه كندر سيدي خيار. انا الاقليم ديالنا كيعاني من هاد التساقطات المطريه وعند هاد التبرو اللي كان طاح في هاد مؤخرا بالنسبه للاقليم الصفرو، لان ما كندز واحد هذا ديال الكوارث الطبيعيه قبيحه بزاف، قاس اقليم الصفرو بزاف فرعات سدر الفلاحه وهذا انا. وبالنسبه للدعم ديال الشعير اللي تعطى في اقليم الصفرو انه هو قليل بزاف، ما كافيش الفلاحه وما كافيش الكسابه، والدعم وبالنسبه للاعلاف المدعمه ما كايناش كاع في اقليم الصفرو، ما تعطاتش كاع. اسم جلالي الوكيلي، عضو غرفه فلاحيه جهه فاس بكناس، دائره انتخابيه قياده بوشابل، دائره قلب محمد، اقليم تاونات. اليوم عندنا دوره عاديه ديال الغرفه الفلاحيه جهه فاس مكناس، وطرقنا عدد النقاط، ومنها النقطه هي ديال الشاعر المدعم اللي هو كتهم الفلاحه جميعا. هذا الشاعر المدعم اللي تم العرض ديالو مع السيد المدير الجهوي
ديال الفلاحه فاس مكناس، جهه فاس مكناس، لان هذا العرض اللي داز اللي دار السيد المدير عرض غير مقنع، لان حنا كاعضاء وكنمثلوا الساكنه، لان الحصه اللي كتعطى للفلاح وهي حصه هزيله بزاف، اللي هي 3 الخناشي لكل فلاح، واللي تغطى التغطيه ديالها هي 25%. ولهذا نطلبوا لا السيد المدير الجهوي في جهه فاس مكناس، ولا السيد رئيس الغرفه الفلاحيه جهه فاس مكناس، ولا وزاره الفلاحه، بس تكثر الدعم للفلاح باش يعلف المشيه ديالو وتم الاستقرار ديالو. وشكرا.